نحن الآن في محيط مطار خاركيف، كما تشاهدون سحب الدخان تتصاعد من صالات مطار خاركيف الدولي. بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، فإن قصف مدفعي روسي استهدف المطار وأتى على صالة الانتظار في مطار خاركيف الدولي، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران. وحتى الآن نشاهد سحب الدخان تتصاعد من مطار خاركيف الدولي. رئيس الإدارة العسكرية أيضا قال بأن خاركيف ليلا تعرضت لقصف عنيف أدى إلى مقتل 6 أشخاص. وقبل قليل أيضا وصلنا خبر بأن هناك 6 قتلى سقطوا نتيجة قصف روسي على مستوصف طبي في مدينة خاركيف، كان يتجمع فيه مجموعة من الناس يحاولون الحصول على مساعدات غذائية. هنا في المحيط أيضا، محيط المطار، إحدى القذائف سقطت. هذه هي آثار القصف المدفعي في محيط المطار. حاولنا أن ندخل إلى صالة الانتظار إلى داخل المطار، لكن قوات الجيش الأوكراني منعتنا من ذلك لأن القصف ما زال متواصلا على مدينة خاركيف بين الحين والآخر. نستمع إلى دوي الانفجارات القادمة من المدينة، وكما تشاهدون سحب الدخان ما تزال تتصاعد من المطار. اليوم أيضا كان هناك تضرر في خط الغاز الرئيسي عالي الضغط في قرية ديرغاتشي جراء أيضا القصف الروسي. هذه الليلة كانت ليلة ساخنة في مدينة خاركيف، كان هناك قصف مدفعي عنيف على المدينة. وحتى الآن بين الحين والآخر نستمع إلى دوي الانفجارات القادمة من المدينة.